السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال، احسن الظروف ان شاء الله. جيتكم بواحد قريشله كما تيقولوا ديال عاشوره، وان شاء الله يعجبوكم. وراه كما تنقول دائما ساهلين في المقادير وبساط وماشي مكلفين بزاف. كما كتشاهدوا معايا عندنا في المقادير عندنا كاس ديال الزيت، وعندنا كاس ديال سنيده، وعندنا نص بكية ديال الخميرة الحلوة، نص ديالها، وشوية ديال الملحة، ثلاثة البيضات، النافع والجنجل. أنا دايما تندير شوية ديال النافع، يكون زايد شوية مش كيعطي داك المذاق ديالو الزوين. ونتمنى من الله إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو كما قلت لكم في أحسن الأحوال والظروف، والله يبعد علينا هذا الوباء، وإن شاء الله نرجعوا كما كنا إن شاء الله في الحالة ديالنا الطبيعية. يا ربي تبعدوا علينا يا ربي. وبسم الله كنبدا معكم ان شاء الله الخدمه. هذه المليحه اللي كنت وجدت معكم انتما كما تشوفوا كنخدم بها زوينه ونقيه كما قلت لكم شحال هذه. اللي ما شافهاش واللي ما شافش الفيديو رجع ان شاء الله الفيديو ديالها يلقاها. هنا كنكب داك الزيت والسنيده والنافع والجنجل بطبيعه الحال كاين تما، وثلاثه البيضات صافي. كنخدمهم مزيان وكنزيد الطحين ديالي حتى تتجمع ليا العجينه. وهذا ما كان، وكنبدا نقطعها. نتوما غادي تتبعوا معايا ان شاء الله الفيديو حتى الاخر. وبالنسبه لهاد القريشات تيجيو زوينين وخفاف ومقرملين، ماشي مدقسين من الداخل، تيجيو مقرملين. تعجب ديك التقرميله، ديك التقرميشه، كيعجبنيش داك الشيء، داك الرطيطبين، تيجيو زوينين. يجربوهم ان شاء الله غادي يعجبوكم، وكما تنقول لكم دائما راه غادي يعجبو حتى وليداتكم. نتمنى من الله كما قلت لكم نلقاكم ان شاء الله. يا ربي تبعدينا هاد الوباء، يا ربي يا ربي، باش يقراو ان شاء الله وليداتنا في احسن الظروف. ونتمنوا لهم ان شاء الله يلقاو شي حل لهذا المشكل ديال سيرتو ديال التعليم وداك الشيء. يا ربي توفقهم يا ربي، وليداتنا وليدات المسلمين كاملين، وان شاء الله نديرو يد في يد كما تيقولوا، يد في يد. واللي بالنسبه اللي بغى زعما يدي وليداتو يحاول ما امكن يوعيهم، راهو ما تيفهموا دابا، واخا صغيورين تيفهموا. ومنها نعاونوا البلاد ديالنا، منها نعاونوا الشعب ديالنا، ونتعاونوا بعضياتنا ويد في يد. واللي بانت له شي فكره يديرها ديال النظافه ولا ديال النظافه، راه هي كلشي، راه الواحد الا تبع النظافه ديالو داك الشيء راه ان شاء الله ما يكون غير الخير. كما الحكومه دايره المجهود ديالها وداك الشيء، حتى حنا ان شاء الله نديروا المجهود ديالنا وربي غادي يعاوننا. هنا يعني كما قلت لكم كنبقى نزيد الطحين بشويه بشويه، تقريبا تدخلي ديك نص كيلو ديال الطحين. نص كيلو ديال الطحين قل شي شويه هكاك، وعلى حسب الطحين كما قلت لكم، على حسب الطحين غادي كي الكنز هو تيشرب شويه والاخرين لا ما تيشربوش. هذا ما كان، هادشي نقدر نقول لكم. كنخدم مزيان، كنجمعو وكنبدا نقطع. تقطع على حسب كل كيفاش بغى يقطعو. كاين اللي كيدير في اللاطه كلهم تيستفهم في اللاطه وتيقطعهم. فكره زوينه عجبتني بزاف وسهله، ولكن انا كنقول زعما يقدر يتنفخ شي شويه وغادي يجي منفوخ. انا كيعجبوني صغيورين شي شويه ومقرملين، من الجناب تيخصهم يطيبو مزيان. هذا ما كان صافي. من بعد ما جمعتها كنحرب لها حريبلات طوال يكونوا رقيق وقيل، وصافي كنبدا نقطعها. نقطعها بالمقص على حسب اللي بغيت. كاين اللي بغى يقطعها بالموس، هذاك التختيار تيبقى لكم. المهم الطريقه كما قلت لكم هي هذه ديال القريشه ديال عاشوراء، تيجيو زوينين. وان شاء الله تخلي لكم ان شاء الله بالصحيحه والعافيه والعافيه، والله يبعد علينا هذا الوباء. هنا بالنسبه اللي تيبغيو يديروه في الجنجلان، انتما كما تشوفوا كتمرحدوه في الجنجلان وكتقطعوه. بالنسبه اللي كيبغيو يخليوه هكاك سامبل راه كيقطعوه سامبل. هذا ما كان الشيء اللي كاين. وكاين اللي كيبغي يديروه في اللوز، كيهرمش اللوز غير خضر وتيمرمدو فيه، راه كيلصق ماشي ما كيلصقش، وصافي تيبدا يقطعو كيما بغينا. كيعجبني هكا طويول داكشي، باش ما كنبغيش نقطعو في اللاطه، باش كيجيني منها رقيق وتيخ الطياب ديالو تيتحمر مزيان. صافي وانا مستمره حتى تنسال. وما تنساونيش من جيم التعاليق ديالكم الزوينه. اللي ما مابونيش معايا تابونا معايا، مرحبا بكم. الناس الجداد كنرحب بيهم، والناس القدام تنقول لهم على راسي من فوق. هنا كنقطعو رقيق صافي، وكنخليه يتحمر مزيان. تتقللو عليه العافيه وكتخليه باش ياخذ اللون ديالو الزويون تيتحمر مزيان. صافي انا كندخلو الفرن بعد ما تحمر ليا، هو تيجي مقرمش زوين.
ويجربوه ان شاء الله غيولي هو المعتمد عندكم ان شاء الله. التحميرة ديالو زويونه ما محمرش ما محروقش غير مدهب شويه وصافي. هذا المكان ننتظروا ان شاء الله في شي وصفات جداد وما تبخلوش عليا بالجيم ديالكم والتعليقات والتشجيعات ديالكم كيزيدوا بيا القدام وتيحفزوني نعطي اكثر واكثر ونقلب لكم على داكشي الزوين. وتنقول لكم كما اخر الفيديو بالصحه والراحه، ودخل عليكم هاد الشهر ان شاء الله بالصحيحه والرزق والتيسير، والله يبعد علينا هذا الوباء.